مسألة حكم الجمعة والجماعة بعد فتح المساجد في الظروف الحالية. نقول من كان له عذر فيسقط في حقه الجمعة ويصليها ظهرا، ويسقط في حقه وجوب الجماعة ويصليها في البيت إذا كان له عذر. ومن الأعذار أن يكون مريضا، أو أن يكون تكون مناعته ضعيفة، أو أن يكون كبيرا في السن، لأن كبار السن مناعتهم أضعف وهم معرضون للإصابة بهذا الوباء أكثر من غيره. ولو تأملنا في الإصابات التي اجتاحت العالم عموما نجد أن أكثر المصابين من كبار السن، بل أكثر الوفيات بسبب هذا الوباء من كبار السن. وإن كان يوجد في الشباب وفي الأطفال لكنها قليلة جدا مقارنة بكبار السن. ولذلك فكبير السن معذور في الظروف الحالية في أن يصلي الجمعة والجماعة في بيته إذا كان إنسان كبير في السن، مثلا عمره 70 سنة أو 80 سنة أو أكثر، فله أن يصلي في بيته ويكون معذورا بذلك. وذلك لأن صلاته في المسجد قد يعرضه لانتقال العدوى وللخطر، فيكون هذا عذرا له. وقد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا تسقط بها الجمعة والجماعة. ذكروا من خاف على ماله، أو خاف على، حتى قال لو كان له طبيخ وخاف عليه، أو خبز يخبزه في التنور وخاشيا أن يحترق، فذكروا يعني أعذارا أقل من هذا بكثير. فكيف بعذر متعلق بصحة الإنسان؟ هو يعني أولى بالمراعاة. فإذا كبير السن لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. لكن لو أصر كبير السن وقال أنا أريد أن أصلي الجمعة والجماعة ما أخذ الاحتياطات، لا حرج، لا حرج في هذا. والصحابة رضي الله عنهم كان يكون فيهم المريض لا يستطيع أن يمشي، ومع ذلك يأتي للمسجد وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن كلامنا هل تجب عليه الجمعة والجماعة أو لا تجب؟ الجواب أنها لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. إذن عندنا المريض، عندنا الكبير في السن، أيضا من عنده نقص مناعة فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. نقص المناعة له أسباب، مثلا من الأسباب زراعة عضو كزراعة الكلى مثلا، لأن من يزرع عضوا من الأعضاء يعطى أدوية تخفض المناعة حتى يتقبل الجسم هذا العضو. فماذا على سبيل المثال من يزرع كلية يعطى أدوية تخفض المناعة لديه لأجل ألا يعني حتى لا يرفض جسمه هذه الكلية. معنى ذلك أن هذا الذي قد زرع عضوا من الأعضاء أن مناعته منخفضة، مناعته ضعيفة. فإذا كانت مناعته ضعيفة فيخشى عليه لو صلى في المسجد أن تنتقل إليه العدوى، ويكون هذا عذرا له في ترك الجمعة والجماعة. طيب، إذن عندنا المريض، عندنا كبير السن، عندنا من عنده نقص في المناعة، هؤلاء كلهم يجوز أن يصلوا في البيوت. كذلك أيضا الصغير، الصبي الصغير الذي دون 15 سنة، هذا أصلا القلم عنه مرفوع كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وهذا أصل لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بأصل الشرع. ولذلك يعني كونه يصلي أيضا في البيت ولا يصلي في المسجد خشية انتقال العدوى أيضا هذا لا بأس به، لأن مناعته أيضا ربما تكون أضعف من مناعة الكبار. كذلك أيضا من عنده مريض أو كبير في السن في البيت فلا تجب في حقه الجمعة ولا الجماعة في الظروف الحالية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وإن كان صحيحا معافى شابا لكن بذهابه للمسجد ورجوعه ربما يتسبب في نقل العدوى لهذا المريض الذي عنده في البيت أو كبير السن الذي عنده في البيت، لأن الصحيح الشاب قد يحمل الفيروس ولا يعلم به كما ذكر ذلك يعني الأطباء، قد يحمل الفيروس ولا يعلم به لقوة مناعته، لكن عندما يخالط المريض أو كبير السن ينتقل الفيروس منه إلى هذا المريض أو كبير السن من حيث لا يشعر، فيتسبب في نقل العدوى لكبير السن أو للمريض. فمن كان عنده في البيت مريض أو كبير في السن
أو أيضا يعني مما ذكرنا من عنده مثلا في البيت أيضا من عنده نقص مناعة، هنا لا تجب في حقه الجمعة ولا الجماعة. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة. طيب من عداهم؟ من عداهم نقول إذا كان هذا الشخص بقي في بيته 24 ساعة لا يخرج لأي أمر آخر، فربما يعني يقال أن الظروف الحالية لا تجب معها الجماعة على وجه الخصوص، لكن يصلي الجمعة، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. لكن إذا كان يخرج لأمور دنياه، تجد أنه يخرج للأسواق، يخرج للممشى، يخرج لبعض الأمور التي يحتاجها، بعض الأمور الدنيوية التي يحتاجها، ثم إذا أتى المسجد قال والله نخشى على نفسي، هذا عذر غير مفهوم. إذا كنت تخشى على نفسك لماذا تخرج في أمور دنياك؟ ولماذا لا تأتي المخاوف إلا في المسجد فقط؟ لماذا تذهب للسوق؟ لماذا تذهب لأماكن التجمعات؟ لماذا تذهب للتموينات؟ إذا أتت الصلاة قلت والله أخشى على نفسي، فهذا عذر غير مقبول. إذا كنت تخشى على نفسك ابقى في بيتك لا تخرج، فيكون هذا تكون صادقا في هذا العذر. أما أن تكون في أمور دنياك تخرج، وإذا أتى المسجد قلت والله أخشى على نفسي، هذا عذر غير مقبول.